كان هذا الأسبوع موعد مع عمومية في حب الأهلي. الجمعية العمومية العادية للنادي في انعقادها السنوي لمناقشة واعتماد الحساب الختامي والتقرير النشاط الرياضي وميزانية النادي وأيضا بنود جدول الأعمال. الانعقاد الأول كان يوم الجمعة، الانعقاد الثاني يوم السبت. السبت صحة الانعقاد 10% أو 5000، لكنه لم يحضر حسب تأكيد أو إحصاء الجهة الإدارية غير 3034 عضو فقط، وبالتالي فوضت الجمعية العمومية مجلس الإدارة في اعتماد جدول أعمالها. كابتن الخطيب يمكن وجه كلمة للجمعية العمومية يا باشمهندس، وكانت اللقطة كرسي نائب رئيس النادي الأهلي الأستاذ العمري فاروق شاغرا بجوار رئيس النادي. تاني وتالت وعاشر وكل يوم وكل لحظة كل دقيقة ندعو للأستاذ العمري فاروق بالشفاء يا رب من كل قلوبنا يا رب إن شاء الله. لكن هذا المشهد يا أستاذ إبراهيم مش غريب. أنت لو تذكر عندما حدثت الدربكة في إعلان نجاح المجلس في بداية الدورة قبل الماضية وحجب الإعلان عن منصب النائب فوزه برضو المجلس كان بيجتمع والكرسي شاغر استنوا لحد ما رجع. هذا هو الأهلي وهذا التقليد. بصوا بالصدفة ورا الكرسي في الخلفية كلمة إيه؟ مبادئ وتطوير. مبادئ طبعا. خلف كرسي الأستاذ العمري مبادئ. إذا الأستاذ العمري هنا هو الحاضر الغائب. أيوه. مش الغائب الحاضر. أيوه. الحاضر الغائب. أيوه. حضوره بالكرسي الشاغر كان طاغيا. لدرجة إن كان مؤثرا على كلمة الكابتن محمود الخطيب. أيوه. وبعد ما نسمع الكلمة هقول لك حاجة تخص هذا الموقف. نشوف الكابتن محمود الخطيب وهو يتحدث عن السيد العمري فاروق في كلمته أمام الجمعية العمومية في انعقاد لم يكتمل قانونا. الحقيقة احنا النهاردة في شخص عزيز علينا جدا، أخونا العمري فاروق. العمري ربنا يشفيه إن شاء الله وينجيه ويعافيه بإذن الله. هو مش في وسطينا النهاردة لكن هو مكانه موجود. العمري الحقيقه تعرض ل يعني شيء ألمنا جميعا. احنا عندنا ثقه كبيره جدا جدا في الله سبحانه وتعالى من خلال دعواتنا جميعا ومن خلال دعوات حضراتكم اللي انا الحقيقه بطلبها منكم. العمري محتاج الدعاء، الحاله صعبه ومحتاج ان شاء الله ان شاء الله النهارده في تحسن ملموس بسيط. محتاج دعانا دعائكم كلكم ودعاء كل الناس اللي بيسمعونا، كل زمايله في مجلس اداره وكل اعضاء النادي. الناس كلها بتسال عليه والناس كلها بتروح له المستشفى. امبارح من خلال ابنه إبراهيم وإخواته خالد وهشام ووالده ووالدته أنا كنت معاهم مع كل أعضاء المجلس وطلبنا تقرير كامل لغاية امبارح عن كل اللي حدث بالنسبة لموضوع العمري. والتقرير ده جالنا وكل صور الإشاعات، والحقيقة أنا بعتها على طول للدكتور اللي كان عمل لي عملية أنا في المخ سنة 2012 في ألمانيا في هانوفر في ألمانيا. وإن شاء الله هو رد النهاردة الحقيقة رد مختصر المساعد بتاعه وقال إن اللي اتعمل في مصر الحمد لله كله محدش يقدر يعمل أكتر من كده، ولكن هنلاحظ الحركة وبعد كده هنشوف إن شاء الله إذا كان في اتجاهات أخرى في العلاج بإذن الله. النهارده اليوم الأحسن، نتمنى بإذن الله إن كل يوم يبقى أفضل إن شاء الله. أن يتصدر هذا الكلام كلمة السيد رئيس النادي بعد نفوذ المجلس بصلاحيات الجمعية العمومية، أنا بقول إن ده بيعكس أولاً مدى تماسك هذا المجلس، مدى إحساسه ببعضه،
مدى كمان انك انت تبقى تقديرك لاصحاب العطاء الحقيقيين، وان القيم الانسانيه تسبق كثيرا الاعتبارات الاخرى، اعتبارات مصلحه الاداره، اعتبارات تنافسيه، اعتبارات مش عارف ايه. انا هقول لك حاجه، الكابتن الخطيب كان يخطط ان ياتي هذه الجمعيه يحضرها وان يستاذن، لانه مطلوب منه منذ عده شهور ان يخرج في اجازه طويله، راحه كامله. راحه كامله. وانت لو تذكر لما راح ايام معسكر الاعداد ووقع، هو كان تعرض لغيبوبه. وقالوا له انت بقى في ظل الاستريس والضغط والمجهود اللي انت بتبذله ده، العلاج يعني مش هيجيب النتيجه اللي احنا نأملها بسرعه. وهو كان يحقن، وبالمناسبه هو كان ميعاد الحقنه بتاعته قبل الجمعيه العموميه بيوم. استأذن وكلم الدكتور المستشفى انه يأجلها لبعد الجمعيه العموميه. هيروح ياخد الحقنه او راح خدها وراجع يستأنف، لانه ما قدرش ياخد هذه الاجازه لما فوجئ بغيبه الاستاذ العمري فاروق. هو كان يعول علي كثيرا، وكان الراجل شايل شيله محترمه بمنتهى الكفاءه والمسؤوليه. هو المجلس الحقيقه طبعًا يعني، بس طبعًا هو بصفته نائب الرئيس المكتب التنفيذي والاكثر خبره. صحيح. هو يعني ده وزير الشباب يعني. نتمنى له الشفاء، نتمنى عودته السريعه، نتمنى للكابتن الخطيب انه بقدر الامكان يستطيع ان يوفق بين عدم تخليه عن مسؤولياته التي ينتظرها منه الجميع، وحرصه على الوفاء بهذه الالتزامات والمسؤوليات، وبرضه التزامه ناحيه صحته واسرته، والتزام كل محبيه يعني، واللي يعولوا على يعني بقائه في حاله صحيه جيده ومستمره لصالح نفسه كانسان واسرته وصالح النادي الاهلي. فانا بس بقول لك هكذا يعني الناس بتحس ببعضها، والناس بتشيل، والناس بتتحامل، وايضا زي ما قلت في الاخر كل ده عشان ايه؟ عشان النادي الاهلي، ومن اجل اسعاد جماهيره.